أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما المراد بحبل الله تعالى؟ وهل يجوز تأويل الحبل إلى الكتاب والسنة؟ الحبل هو الكتاب والسنة والصراط. الحبل يسمى حبل ويسمى صراط يسمى هدى يسمى هدى يسمى طريق. أنت ما تعرف الحبل إلا الحبل اللي تحزن به. ولا الحبل يطلق على عدة إطلاقات. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.